السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوتوكاد بيحتوي على آلاف المتغيرات. المتغيرات دي بتتحكم في طريقة تعامل البرنامج مع اليوزر، تمام؟ يعني على سبيل المثال، في واحد بيحب الحاجات تبقى ظاهرة كده في الويندوز، في واحد عايز كل لوحة تبقى موجودة لوحديها على التاسك بور، تمام؟ فهكتب تاسك بور، ده متغير، تمام؟ بيديني زيرو. ولا دلوقتي التاسك بور لازم واحدة بس هي اللي تظهر، لما اخليها بواحد هتلاقي كل لوحة ظهرت لوحدها، تمام. فانا هاجي اكتب نفس الامر تاني، تاسك بار، تمام، واخليها بزيرو، الاقيها رجعت، تمام. ممكن الواحد يتحكم في المتغيرات من قائمة اكسبريس تولز سيستم فاريبل اديتور، تمام. فتقدر كل شوية تيجي وتشوف ايه المتغير وبيعمل ايه، ولما يكون بزيرو بيبقى كام، يكون بواحد بكام، كل القيم موجودة بحيث تقدر تشوف المتغيرات، تمام. ممكن نروح، طب انا دلوقتي مثلا عملت المتغيرات اللي انا عايزها وعايز احتفظ بيها بحيث مش كل مره ست اوتوكاد اغير المتغيرات ديت، ممكن احفظها سيف اس وراح احفظها بالامتداد دوت، تمام. ولما عاوز اجيبها تاني اقول له ريد واقراها تاني، تمام. يعني كل واحد بيحتاج متغيرات معينه. ممكن تلاقي مثلا ايه طريقه التعامل مع الصندوق الحواري التكست في 2004 واحد متعود عليه على 2006، فتختار انت المتغير الحواري اللي يديك الشكل اللي انت عايزه، تمام. او ممكن اقول له سيف اس واخليها سيكريت فايل وسيف على انه سيكريت فايل، تمام، سيف اوكي. ولما عاوز اقراه من تولز ران سيكريت اقرا دوت، يروح مدينا المتغيرات اللي موجوده اللي اقدر تعمل لي الحاجه اللي انا عايزها.